مذبحة الأقصى الأولى عام 1990. عاش العالم العربي حالة من الفرقة والانقسام عام 1990، إذ أعلن صدام حسين احتلال قواته للكويت، فانقسم العالم العربي بين مؤيد لقراره ومعارض للغزو الذي سيجر الويلات على العالم العربي أجمع. أعلنت منظمة التحرير تأييدها للغزو العراقي على الكويت، فكانت القطيعة بينها وبين دول الخليج، وبالتالي توقفت جميع المساعدات القادمة إليها، وطرد الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول. انصرف العالم عن القضية الفلسطينية رغم استمرار انتفاضتها، فكانت الفرصة سانحة أمام جماعة أمناء جبل الهيكل اليهودية للدعوة لمظاهرة حاشدة بقيادة مؤسسها غرتشون سلمون لوضع حجر الأساس لهيكل سليمان المزعوم، فوقعت مذبحة دامية في 8 أكتوبر من عام 1990. قبيل حدوث المذبحة بنصف ساعة، شرعت قوات الاحتلال بوضع حواجز عسكرية على طول الطريق المؤدية للقدس، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى لمنع دخول الفلسطينيين، إلا أن المصلين كانوا قد تأهبوا لنصرة المسجد الأقصى واجتمعوا بالآلاف داخل المسجد قبل اتخاذ هذه الإجراءات. قاوم المسلمون المتطرفين اليهود، فتصدت لهم الشرطة الإسرائيلية واستخدمت جميع الأسلحة من قنابل غاز ورشاشات آلية وحتى الطائرات الحربية، وقام الجنود والمستوطنون بإمطار المسلمين بالذخيرة الحية لمدة نصف ساعة دون انقطاع، فتوالى سقوط الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين. سقط 23 شهيداً فلسطينياً في هذه المذبحة، بينما جرح ما يقرب من 900. منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول للمسجد لإسعاف المرضى، فلم يستطع الفلسطينيون إخلاء القتلى والجرحى إلا بعد 6 ساعات من بداية المجزرة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.